يستنجد الديمقراطيون اليوم بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لإنقاذهم من خسارة استحقاق التجديد النصفي، بعدما بينت استطلاعات رأي تنامي حظوظ الجمهوريين في تحقيق فوز كبير في 8 نوفمبر. لذلك توجب توجه الديمقراطيين إلى الرئيس الأمريكي رقم 44 لإنقاذ مرشحيه، حيث أكد متابعون للتطورات الحاصلة أن أوباما لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة حتى في أوساط الناخبين في المناطق التي توصف بأنها متأرجحة بين الأحمر والأزرق، متفوقا حتى على بايدن، حيث حث أوباما أنصاره على عدم السماح للمخاوف بشأن الاقتصاد والديمقراطية وقضايا أخرى بدفعهم إلى فك الارتباط مع الحزب في اعتراف بالتحديات التي يواجهها الديمقراطيون على المستوى الوطني وفق صحيفة بوليتيكو. وشال أوباما 3 ولايات تعد ساحات معركة بين الحزبين على مدى يومين لحشد الدعم للطامحين في مجلس الشيوخ وحكام الولايات في سباقات صعبة.